سنة بيبقى في تعاون مع مكتبة اسكندرية في فعاليات 16 يوم حملة مناهضة العنف ضد المرأة. فالنهاردة ده اللقاء الأول في المكتبة، احنا يلا نحميها، واحنا التحدث فيه عن مناهضة العنف ضد المرأة. دايما بنستهدف في اللقاءات دي كل جديد تم نتكلم فيه. في ناس كتير بتبقى مغيبة عن متابعة الأحداث، هي مجرد بتشوف حدث تعلق عليه لكن هي مش فاهمة ايه التطورات. بيهمنا يعرفوا دور المجلس القومي للمرأة في الحث على سرعة إصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بالدفاع عن حقوق المرأة. احنا هنا بنمثل دور المكتبة الرئيسي في توعية المجتمع وتوعية متخذي القرار بالمشاكل في المجتمع، وايه التحديات اللي بتواجه المرأة، ايه التحديات اللي بتواجه الأسرة. احنا كقطاع مكتبات بنشارك بوجهة النظر الأخرى، يعني بندي بعد آخر للمشكلة بتاعت العنف ضد المرأة، وهي العنف ضد الأطفال، لأن احنا الأسرة دي مكونة مش المرأة بس. العنف ضد المرأة ده بيأثر على الأبناء في نفس الوقت. فإحنا من خلال مكتبة الطفل والنشأ بنواجه الأطفال، بنشوف المشاكل اللي بيواجهوها في الأسرة بتاعتهم وإزاي بتأثر عليهم في المستقبل، بتأثر على السلام المجتمعي بصورة عامة. طبعا النهارده في يوم مكافحه العنف ضد المراه احنا بنحاول نلقي الضوء على المشاكل اللي بتتعرض ليها المراه من عنف. واعتقد ان ما زال واحنا في القرن 21 المراه العنف ظاهره مسيطره وضد المراه بالذات، وده طبعا مش ما يعنيش ان احنا بنقبل هذا الموضوع، عشان كده بناخد كتير من الاجراءات اللي تكافح العنف ضد المراه. الجمعيات الاهليه والمجتمع المدني بيحاول انه اولا يرصد المشاكل والعنف اللي بتعرض له المراه في المجتمع. ليه؟ لان هو موجود معاهم في الشارع وبيحتك بيهم بصفه طيبه. عشان كده بنحاول احنا نقدم مجموعه من البرامج اللي تساعد المراه انها تكافح العنف ده. تبتدي من المسانده، من الدعم، من الحمايه، توفير الحمايه ليها في كل حاجه. احنا دلوقتي مكتبه اسكندريه بتهتم قوي انها تعمل توعيه للفتيات والسيدات اللي بيتعرضوا للعنف ضد المراه، وبتهتم جدا بتقديم الدعم النفسي والدعم الفني، وبتعمل ورش عمل وبرامج متخصصه لدعم الفتيات. وطبعا المكتبه بترحب بالجميع، يعني وبيتم الاعلان عنها في مختلف الوسائط ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي علشان نضمن ان احنا نوصل لاقصى عدد واكبر عدد من المستفيدين. بس دلوقتي يعني هو حراك مجتمعي، وانا شايفه ان المراه في الوقت الحالي بتحظى على اكبر دعم ممكن من الدوله، وفي خطوات كبيره جدا الدوله بتتبعها علشان تحقق التوازن وتحقق الدعم الكافي للمراه وتمكنها على كل المستويات.